بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة يلا زراعة. في هذه الحلقة سنتحدث عن نبات محبب إلى جميع هواة الزراعة المنزلية، ويكاد لا يخلى بيت من البيوت من هذا النبات، وهو نبات الريحان. نبات الريحان يمتاز بوجود تشكيلة كبيرة من أصنافه، فمنها ذات الأوراق الرفيعة والأزهار البنفسجية، ومنها الأصناف القصيرة ومتوسطة الطول، ومنها الأصناف التي تصل إلى 60 إلى 80 سنتي وأزهارها تكون بيضاء اللون، وتشكيلة كبيرة من الأصناف. وإذا تمت زراعته في الأرض المستديمة فهو يعطي شجيرة يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر أو أكثر، قد يتعدى 2 متر، وقد تعطي شجرة كبيرة مستديمة يصل قطر الساق فيها إلى 1.5 بوصة. كما يوجد منه أصناف قزمية لا يتعدى ارتفاعها 15 إلى 20 سنتي، ويوجد منه أصناف أوراق عريضة تستخدم في المطبخ. وهو نبات محبب لدى هواة الزراعة المنزلية، ويوجد منه أصناف أزهارها حمراء أما عنقودية أو مكتظة تستخدم في الزينة أيضا، كما يوجد منه أصناف أوراقه حمراء تزين الحدائق. يمكن زراعة هذا النبات بطريقتين، أما باستخدام البذور أو بالتجذير في الماء. تستخدم هذه الطريقة طول السنة، وممكن أن يتم غرز العقلة مباشرة في التربة، وذلك بأن نحضر قنينة بلاستيكية ونقوم بفتحها ووضع خلطة التربة فيها وزراعة العقلة وإعادة التغطية عليها حتى ينجح التجذير. والاستخراج البذور من نبات الريحان لزراعته بطريقة البذرة، يجب أن يكون متوفر لدينا نبات كبير مزهر يحمل شماريخ زهرية، وكما نرى هنا أن هذه الشماريخ بدأت في الجفاف، وبعضها ما زال يحمل زهور، فيتم اختيار شماريخ كاملة الجفاف، أما التي لا زال عليها أزهار لا يتم اختيارها. ويمكننا أن نحصل على البذور من هذه الشماريخ الجافة بطريقة بسيطة جدا، بأن نقوم بفرك هذا الشمراخ واستخراج البذور منه على ورقة بيضاء، حيث كل كأس كل زهرة يحمل بذرة، ويقوم بإنتاج العديد من البذور في الشمراخ الواحد، لنعيد استخدامها ونعيد زراعتها في الربيع للحصول على نباتات جميلة. وبعد جمع هذه البذور نقوم بتحضير خلطة التربة المناسبة بنسبة 2 رمل إلى 1 طمي إلى 1 بتموس، ونقوم بريها ريا خفيفة، ثم نقوم بنثر هذه البذور نثرا خفيفا حتى لا تكون كثيفة عند الإنبات وتضعف بعضها، وبعد ذلك نقوم بتغطيتها بطبقة من خلطة التربة السابق إعدادها. هذه الطبقة لا تتعدى 1 سنتيمتر، وبعدها نقوم بري التربة مرة أخرى، أما ري غمر أو عن طريق الرشاشة عند جفاف سطح التربة حتى إذا كانت بصفة يومية للحفاظ على التربة رطبة وغير جافة. يتم إنبات البذور عادة بعد زراعتها من 2 إلى 3 أيام، بحد أقصى 5 أيام إذا كان الجو بارد، وبعد الإنبات ننتظم معها بالري المعتدل حتى يصل ارتفاع الشتلات إلى 10 إلى 15 سنتي، ثم نقوم بتفريدها كل شتلة في الصيص مستقل. عند الزراعة بطريقة التجذير في الماء
يتم خروج الجذور أيضا بسرعة خلال أسبوع إلى 10 أيام بحد أقصى تكون الجذور جاهزة والعقلة جاهزة لإعادة زراعتها. كما نرى هذه العقلة قد كونت جذور جيدة ويمكن أن يتم زراعتها. ولزراعة العقل يتم تجهيز خلط التربة بالمقادير السابق ذكرها وري التربة رية خفيفة، ثم نقوم بعمل حفرة في وسط الأصيص تتناسب مع طول الجزء المغروس من العقلة تحت التربة، ويتم غرس العقلة بحرص مع دفن جميع جذورها تحت التربة وتثبيتها جيدا في منتصف الأصيص حتى لا تسقط، ثم نعود ونرويها مرة أخرى رية مشبعة حتى نسد أي فراغات هواء متروكة بين حبيبات التربة. في حالة التجذير في الماء يمكننا أن نقوم بهذه العملية في وعاء بلاستيكي، وبعد نجاح التجذير نقوم بإضافة التربة تدريجيا إلى هذا الوعاء إلى أن يمتلئ لحد يغطي الجذور النابتة، ثم بعد ذلك نقوم بعمل فتحات صرف أسفل الوعاء لتصريف الماء الزائد، ونتابعها بالري المعتدل ونعملها كشتلة مزروعة في الصيص وتنقل بعد ذلك. نرجو أن يكون هذا الفيديو مفيد لكم، مع تحياتنا وبرجاء الاشتراك وتفعيل زر الجرس.